حكيت مع بيزيد؟ هاي جايتي من عنده، عطى أوامره للجيش ورح ينطلق لهنيك قريباً يا سمو الأمير. حس عليك بشي، أهم شي ما يعرف بيزيد إنه في لعبة من ورايا أحمد باشا. اطمن يا سمو الأمير، سمو الأمير بيزيد ما رح يشك بالموضوع بنوب، ويلي ماشيين على درب المرحوم سمو الأمير مصطفى صاروا عم يشكلوا بروميلي قوة كبيرة وممكن تكون خطيرة، ومولانا السلطان أمره بالتدخل، ونحن علينا هلأ إنه نزيد هالنار الشاعلة، ووقتها العصيان رح يكبر أكتر. سمو الأمير بيزيد ما رح يقدر ينفذ هالمهمة أبداً، لأنه ما رح يقدر يرفع سيفه بوش محبي الأمير مصطفى. سوكولو معه حق، هو مو حابب هالشي وكان التردد واضح بعيونه. ممتاز، بيزيد رح يمشي برجليه على موته مثل ما سوى أخي مصطفى. سليم، رغم أوامري لساته لهلأ قاعد بالعاصمة. قال قاعد هو وولاده بالقصر الرخامي. هالمشكلة اللي بيناتكم طولت زيادة عن اللزوم. حاجة بقى كل واحد منكم عم يستعرض قوته وسلطته على التاني. هو رح يخبر مولانا السلطان بس يرجع بزواجي من هوري جيهان، لأنه مستحيل ما يستغل هيك فرصة ضدي. ما رح يعمل هيك، أنا نبهت عليه. قلتيلي قبل إنه أخي سليم مستحيل يساوي شغلة بتضرني، وشو صار؟ طلع بالنهاية هو ورا هالحكي اللي انحكى هون بالحرملك. هيك واحد أنا ما عاد أوثق فيه، ولهيك لازم تحددي موقفك، يا بتكوني معه أو معي، ما عندك حل وسط. أنت سامع حالك منيح شو عم بتقول؟ أنت عم تطلب مني إنه أقلع واحدة من عيوني يا مجنون؟ أوعك مرة تانية تطلب هالشي. أنتوا اتنيناتكم بتكونوا ولادي، بعدين هالشي مو مزبوط أبداً يا ابني. أنا على طول بسامحكن على أخطائكن، بس مولانا السلطان مو هيك، هو ما بيسامح. وأكبر دليل على هالشي إعدامه للأمير مصطفى. شو نسيت؟ أنا مستحيل أنسى كيف أبي فرط بابنه البكر، ولا يلي كان ورا هالشي. ما رح انساهم طول عمري، ما رح انسى.
مولاتي اعذريني، بس في كم ورقة لازم حضرتك تختميهن. هلأ مو جاي على بالي يا فخري. ادخل. سلطانة، نوربان وخانم صارت هون. خليها تجي. سلطانة، أنا تحت أمر حضرتك. أنا بعرف تأثيرك القوي على سمو الأمير سليم، ولهالسبب وافقت يا نوربانو إنك تكوني قريبة منه وخليتك تكوني أم ولاده. كانت مهمتك الأساسية تبعدي ابني عن المشروب وكل العادات السيئة، وتعملي جهدك لحتى تخليه قادر يواجه كل المصاعب. هذا اللي عم ساوي، وحضرتك عندك علم بكل الأمور. هلأ أكيد في أمور بعرفها، بس للأسف يلي عم بعرفه كتير قليل قدام يلي عم يتخبى. مزبوط هالشي؟ ما بتذكر يا سلطانة أني مساوية شي غلط. أنتي مو هيك؟ مو أنتي اللي بعتي المكتوب لهوري جيهان؟ ونشرتي بالحرم لك زواج سمو الأمير بيزيد؟ هاي أنتي. حاشا يا سلطانة. إذا مرة تانية بتحاولي إنك تدخلي بيناتهم أو بتفكري تساوي شي شغلة لحتى توقعي بين الأمراء، صدقيني رح ساوي شي ما بيخطر على بالك. رح حطك بكيس وإنتي عايشة، وأأمر الحراس يرموكي بنص البحر. فهمتي ولا لا؟ سلطانة الله يخليكي سامحيني، أنا كنت دائماً وفية لحضرتك، وروحي فداكن يا مولاتي. هدفي الوحيد حماية سمو الأمير، لأنه وضعه مو منيح الآن على طول، حضرته بحاجة لدعمك وخصوصاً بهالأيام هي. وقفي جنبه يا سلطانة، بترجاكي لا تزعلي وتتخلي عنا. سلطانة والله نحن بحاجتك كتير. أنا دائما بدعم ابني وبهتم فيه، ومهما أعدائنا تمنوا يشوفوا أولادي متخاصمين، مستحيل إنهم يشوفوا هذا اليوم. بالعكس تماما، رح يشوفونا متحدين دائما. هاي هدية من أحمد باشا، صاير كتير عم يعجبني، تغير كل شي جواتي فجأة. حلو كتير يا سلطانة. سمو الأمير سليم بالقصر الرخامي، عندك علم سلطانة؟ المهم أنا هون بالقصر. بيزيد ما بيكفي هالشي؟ أصلاً عم ينطردوا واحد ورا التاني، رستو متقلع برات القصر رغم إنه مدعوم من هيام. الله بيشهد عليه إنه ما حبيته بنوب لرستون باشا، مع إنه كان يدعم كتير سمو الأمير بيزيد. بس بجوز رستون باشا يساعد سمو الأمير. الأمور كتير مخربطة براسك هوري جيهان. بعدين رستون مستحيل يدعم الأمير بيزيد أو يساعده، هو بيحميه بإيد، وبإيده التانية حامل خنجر مسموم لحتى يطعنه بظهره. سنبل شو القصة؟ ليش رستم باشا طالب إنه يشوفني؟
بظن الموضوع متعلق بسنان باشا، لأنه موته أثر كتير على حضرته. تفضلي. هذا الوزير وبيتحرك لليمين ولليسار ولقدام ولورا، مثل شو؟ مثل القلعة، وبنفس الوقت بيتحرك على الجوانب، يعني مثل الفيل. وهذا الملك، وهو أهم حجر. إذا مات بتنتهي اللعبة وبتخسر. ادخل. يلا منكفي بعدين. خدي على أوضتي، هلأ أنا بيجي. خير يا نور بانو، شوفي سلطانه هو يعني يا سليم. عصبت علي واتهمتني أنه أنا يلي فضحت زواج الأمير بيزيد، مع أنه قالت أنه رح تضل تدعمك، بس أنا مو مقتنعة بهالشي. باين أنه هي نسيت الوعد اللي وعدته. أنا بعرف من زمان أنه أمي ما رح تكون معي يا نور بانو، ومو متأمل منها شي بنوب. من هون ورايح رح حل أموري بنفسي. سلطانة. رستم باشا، سنان باشا كان رجل مهم بالدولة. الله يجعل مسواه الجنة. آمين. شكراً يا سلطانة. سمعت إنه رجعت على قصر أوسكودار؟ ما عندي أي خيار تاني. وين ما عم روح عم يلاحقوني هالقتلة يا سلطانة. بس الله يرضى عليه ويحميه لسمو الأمير بيزيد، خصص لي هالمرة حراس أكتر يا سلطانة. ورغم هذا الشي موت أخي ما عم يخليني نام أبداً. مو بس أنت اللي خسرت يا رستم باشا، وراح نضل عم نخسر كمان. ما راح توقف الحرب بنوب، والحل عندك. شو قصدك رستم؟ حضرتك أخذتي قرارك بخصوص مع مين راح توقفي؟ مع سمو الأمير بيزيد ولا مع سمو الأمير سليم؟ أنا من المستحيل إني أختار بين أولادي. إذا اخترت واحد منهم كنت خليت عن التاني يا رستم، وبكون خسرت قطعة من روحي. سلطانة، وقت كان مولانا السلطان بده يختار حاكم لولاية ساروهان، حضرتك اقترحتي دغري على جلالته أنه يعين سمو الأمير سليم. ساويتي هيك لتحمي سمو الأمير بيزيد، وكان هذا القرار صحيح كتير. بس بعدين تراجعتي وصفيتي مع سمو الأمير سليم. وقتها كان الوضع مختلف كتير. كان الأمير مصطفى لساته عايش، بس هلأ ما أنه موجود بالحياة. الأميرين إلهم نفس المعزة بقلبي. حضرتك بتعرفي منيح يا سلطانة إنه بقوانين دولتنا لازم تختاري واحد منهم، يعني ما بيصير أبداً هن اثنين يوصلوا للعرش. هالشي ما رح يصير، ما رح يصير. بفضلك خف وجعي يا فرحات أغا، تحسنت عائدك، اطلب مني شو ما بدك. أنا شو بدي أحسن من أني يكون بجنب حضرتك وخادمك المخلص يا مولاي. الله يديم على حضرتك الصحة والعافية. آمين. وعليك يا فرحات. قديش صار لك بعيد عن العاصمة؟ إلي هون حوالي السنتين يا مولاي. وقت منيح.
زمان كنت حس ببهجة كبيرة وقت ارجع من الحملة، بس هلأ هالحماس وهالشغف انطفى جواتي. يلي كنت اكتب لها اشعار وانا بعيد عنها بالحملة، هلأ نادرا ما عم فكر فيها وابعت لها شي مكتوب. بيقولوا انه في مسكين يا مولاي شاف طير لقلق بالسماء عم بيطير مع غراب. بالأول استغرب كتير وما استوعب هالشي، لأنه بالعادة اللقلق بيطير مع اللقلق والغراب مع الغراب. هالزلمة بيصير عنده فضول وبيركز نظره عليهن، وبس يوقفوا بيلاحظ عليهن إنه هالطيرين عم بيعرشوا. وقتها فهم ليش هن مع بعضهم. خلاصة القصة يا مولاي إنه مو بس الفرح يلي بيجمع الناس ببعضهم، الوجع كمان بيربط الناس كلها ببعض البعض يا مولاي وبيوحدهم. خبر علي باشا يجهز مشان نرجع العاصمة. أمرك يا مولاي السلطان. هالشتوية رح تخلص، الربيع قرب. جهانجير ما رح يقدر يشوف هذا الربيع وحيمرق علينا من دون وجود مولانا السلطان. إن شاء الله مولانا السلطان رح يرجع قبل الربيع. بس يا سنبل أنا مو قصدي الربيع. مهرونيسا كان معها حق. بالنسبة إلي بلشت شتوية ما لا نهاية. ومن هون ورايح ما رح نعيش ولا ربيع. وجودك هون خطر عليك يا فهد. لا تأكل هم، هنن عم يلاحقوني لأني المسؤول عن قتله لسينان. رستم باشا هو اللي ورا هالشي، عم يستخدم كل قوته ومعارفه لحتى يلقطوك، وهو متخبي جوات قصره. ايه هو خايف تكون نهايته مثل أخوه، قدر يهرب مني. إذا بيكون مفكر إنه رح يقدر ينفض بيكون غلطان. على كلين خلينا غير المكان، بدي أقول لك كلمتين. رستم باشا. سمو الأمير، في موضوع حابب نحكي فيه أنا وحضرتك. تعال. إن شاء الله صرت أحسن. الله يطول بعمرك يا سمو الأمير. بصراحة موت أخي سنان ترك أثر كبير فيني، بس عم جمع قوتي. أنا أكتر واحد بيعرف قدي صعب إنه تفقد أخوك يا رستم. مو بسهولة فيك تنسى اللي بتحبون. في نار شاعلة بقلبي وهالنار ما رح تنطفأ إلا إذا أخذت بتاري. الفهد مرافق المرحوم الأمير مصطفى هو يلي قتله، وهو تقصدني أكتر من مرة، وآخر شيء قدر إنه يقتل أخي قدام عيوني. مستحيل ارتاح قبل ما قتله لهالخاين. أنا مقدر مشاعرك الكبيرة تجاه المرحوم الأمير مصطفى وكل شيء بخصه بيذكرك فيه، بس أنا رأيي من الأول كان واضح
وما خبيت مشاعري تجاهه، وأنا والمرحوم ما اتفقنا وما كنا رح نتفق. أنا بشوف إنه يمكن موته كان لصالح الكل، وخاصة مشان حضرتك. كيف بتتجرأ وبتقول هيك؟ انتبه على كلامك، هاد بيكون أخي. هي آخر مرة بتهين فيها ذكر المرحوم مصطفى. ما بسمح لك تحكي عنه هيك قدامي. سامحني يا سمو الأمير، يمكن كون تجاوزت حدودي من وجعي على وفاة أخي سنان، بس الحقيقة واضحة، الأمير مصطفى ما عاد موجود وصار لازم نتحرك بسرعة. هلأ إجا وقتك، خليني ساعدك ووقف معك مثل ما كنت على طول. ساعدني وما تتخلى عني، وأنا ما رح أتخلى عنك، وإن شاء الله رح كون أقوى سلاح بإيدك لحتى توصل للعرش اللي هو مكانك. تمرد رومي اللي عم يكبر، المتمردين انطلقوا لأديرنا. قالوا لي إنه عدد كبير من الأهالي انضم للتمرد بروميلي. قال سمو الأمير بيزيد رح يروح لأديرنا لحتى يقمع التمرد. إن شاء الله يكون هالشي في خير. قل لي يا حسين، أنت بشو عم تفكر؟ الجيش الانكشاري لساته بالغزوة لهلأ، وقسم كبير من الجنود بالعاصمة رح يروحوا مع الأمير بيزيد. يعني هي هي الفرصة المناسبة لإلنا، وهالشي رح يساعدنا لنتحرك مرة تانية ضد رستم الحقير. وبعد هيك منروح للقصر، للقصر، ومنقتل كل واحد بوقف في طريقنا. وبهالطريقة أنتوا بتخلصوا من الأمير بيزيد وبتوصلوا اللي بدكن ياه للعرش. الشي اللي عم تفكر فيه مو مزبوط. نحن مشكلتنا بس مع رستم، أنا بنفسي رح خلص عليه عن قريب. الأمير عم يستناني، أنا هلأ لازم روح وشوفه. أنت شو عم تقول يا فهد؟ العساكر عم يدوروا عليك ورستم الحقير وراهن. سمو الأمير بيزيد أكيد رح يأمر بقتلك، وهو بجوز يسلمك بإيده لرستم باشا. دير بالك يا فهد، أنت رجعت من الموت، بدي إياك تنتبه، ما توثق بالأمير بيزيد لهالدرجة. لازم أوثق فيه، لأنه الأمير مصطفى كان يوثق فيه. بعدين أنا تأخرت كتير، أنا لازم روح أقابل سمو الأمير. سمعت أنه حضرتك يا سمو الأمير رح تروح على روميلي وتقمع التمرد بنفسك، مزبوط هالحكي؟ إيه أنا ناوي روح يا رستم، وإن شاء الله بنهي هالتمرد بسرعة وبرجع لهون لأهتم بشؤون الدولة. بس يعرفوا إنه اللي عم يبايعوه هلأ مانو المرحوم أخي، وإنه محتال، رح يتفرق وينهوا هالتمرد بسرعة ومن دون أي مشاكل. مع هيك لازم تاخد حذرك يا سمو الأمير، لأنه أعدائنا بالدولة صاروا كتار، وبالحقيقة عم تصير تحالفات من وراك. وضح كلامك يا رستم. الحكيم أحمد باشا اللي هو زوج السلطانة فاطمة صافف هلأ مع سمو الأمير سليم، وبعتقد أنه سوكولو رح ياخد مكان بهذا التحالف الجديد. لازم تفتح عيونك منيح، لأنه مستقبلك بخطر يا سمو الأمير. بتعرف سمو الأمير يلي مانو مدعوم من الديوان محكوم عليه أنه يخسر. شو بخصوص سميح وإبراهيم باشا؟ اتنيناتهم كانوا مخلصين لألي من قبل، بس الظروف هلأ تغيرت، ويمكن صاروا مع محمود باشا. انت لا تعيرون اهتمام سمو الأمير، أنا بعرف عنهم أمور كتير ما بترضي السلطان بنوب، ورح تجبرهم على خدمتك. أغلب الوزراء والولاة بالدولة لساتهم مخلصين لألك، ويمكن هالشي لأنه أنت اللي عينتهم بمناصبهم. مزبوط، بس بصراحة ما منعرف لأمتى هذا الشيء ممكن يستمر، وخاصة أنه ما عاد بملك قوة ومنصب الوزير الأعظم. وعرفت أنه أحمد باشا بلش يصفيهم من هلأ. بصراحة وأنا كمان حابب شوفك وزير أعظم يا رستم باشا، بس هالحكي ما إله فايدة قبل ما يرجع مولانا. أنت يكون مطمن يا رستم، إن شاء الله رح نلاقي حل قريبا. فيك تمشي.
سمو الأمير، هل مكتوب لحضرتك؟ سلطانة هو عم تحاول تسكتنا، بس هالشي مستحيل. كل الحرم لك سمع انه الامير بيزيد تزوج هوري جيهان، وهالخبر رح يوصل لمولانا. ايه بس ديري بالك يا مولاتي ولا تتدخلي بهي القصة. اذا حضرتك كشفتي اسرار سمو الامير بيزيد، السلطانة هيام رح تعاقبك على هالشي. شو اللي اختلف يا غضنفر؟ اصلا هي مو صافة معنا. بس هي مو ضدنا يا مولاتي، مزبوط؟ بالإضافة حاولي قد ما فيكي إنه تخبي خصومتك مع السلطانة هوري جيان. بدك هالوقحة تفلت بعملتها؟ ولا يهمك، رح تتعاقب بعدين، بس نحن المفروض نصبر ونستنى الوقت المناسب، وأكيد قريباً رح تنقلب الأمور لصالحكم. وإذا ما صار مثل ما قلت، شو رح يصير فينا إذا ما نجحنا؟ الأمور كل ما عم تتعقد أكتر وأكتر، وضع مخوفني. كوني مطمنة، إن شاء الله النصر رح يكون من نصيبك. بعدين أنا واقف جنبك وما رح أسمح لمخلوق إنه يضرك بشي. سلطانة؟ شوفي يا جيهان، السلطانة فاطمة طالبة تشوف حضرتك. وأخيراً؟ معناته هي قررت تاخذني بالحسبان. برأيك ليش السلطانة فاطمة استدعت نوربانو لعندها؟ انت بتعرفي شو بدها منها؟ تخلت عني، والجارية اللي كانت تشوفها مبارح حقيرة هلأ عم تحكي معها، وبصراحة كل يوم بقعد فيه هون عم يخليني افتح عيوني وافهم كيف أبي وأمي كانت هيك نهايتهم. انت لهلأ مو فهمانة شي بنوب. السلطانة فاطمة عندها هم واحد بس، وهو إنها تتخلص من السلطانة هيام ورستم باشا، ورح تساوي المستحيل لتوصل لهدفها. واضح إنه أنا وإنتي تفكيرنا واحد. لازم نتقبل يا سلطانة إنه نسب آل عثمان الحاكم رح يستمر من خلال أولاد السلطانة هيام، ولازم الأمير بيزيد هو اللي يوصل للعرش. كمان لا ننسى أنه المرحوم الأمير مصطفى كان بيحبه كتير وبيعرف بزواجكم، وهذا كمان مطلبي الوحيد. انبسطت كتير أنك واقفة معي. أنت هلأ لازم تحاولي أنه تكسبي السلطانة هيام. السلطانة هيام؟ مستحيل هالشي، هي أصلاً ما بتحبني أبداً، وأنا بادلة نفس الشعور. الظروف هلأ تغيرت يا سلطانة، وهلأ صرتي مجبورة أنك تسايري هاي الظروف يا هوري جيهان. بتذكر كيف كان المرحوم أبوكي بيتحرك حسب مصالحه وبس، مو حسب أصدقائه وأعدائه الكتار، وأنتي ساوي هيك. إجا الوقت يلي لازم أنك تتصالحي فيه مع السلطانة هيام والسلطانة مريم. أنا كتير بزعل لما بشوف إخوات عم يتخانقوا. بيزيد يطرد الأمير سليم من القصر؟ هي أكبر مصيبة. لما وصلني الخبر ما صدقت هالشي بنوب. ونحن ما عرفنا شو نساوي يا سلطانة. بيزيد عم ياخد قوته من والدته، وإلا ما كانت مادة لهالدرجة هي. ما بعتقد السلطانة هيام يكون إلها علاقة بالموضوع، لأنه السلطانة واقفة على مسافة متساوية من الأميرين. الله لا يحرمنا من عدالتها يا رب.
صدقيني مو من مصلحتك تعتمدي على هويان بشكل كامل. يعني لو ما كانت منحازة لبيازيد ما كانت خبت زواجه بهالطريقة. على كلٍ ما في فايدة إذا خبت. سر الأمير بيازيد أكيد رح يوصل لجلالة السلطان بس يرجع على القصر. ووقتها رح يكون الأمير سليم تقدم خطوة لقدام، وخطوة كبيرة كمان. مثل ما بدي تماماً. نصايح حضرتك مهمة كتير بالنسبة إلي. سلطانة قوية مثل حضرتك وعندها هيك أفكار ومعتقدات أكيد رح تنور لي طريقي. غدا فرقاغة؟ خير يا جيهان خانو، شوفي ليكون صاير شي للسلطانة. شو سر هالاهتمام بالسلطانة نوربانو يا غضنفر؟ شي طبيعي إنه اهتم، مو هي سلطانتنا؟ وين المشكلة؟ لا تحاول تستغبيني لأنه هالشي واضح بعيونك، وأنا شفت هالشي وباين إنه مو نظرة عبد لمولاته. أوعك تفكر بهالطريقة لأنه أنت هيك رح تحرق حالك، وكرمال هالسنين أنا رح أسكت، بس أنت انهيلي هالقصة وشيل كل شي بقلبك إله علاقة بالسلطانة نوربانو يا غضنفر، وإلا نهايتك حتكون وخيمة. لو بتدور اسطنبول كلها ما بتلاقي مثل هالقهوة يا آغا. تفضل، صحتين وعافية. يسلم ويديك. كيف الشغل؟ يعني كيف بده يكون؟ مو منيح، ما في حركة بنوب، كل التجار عم ينطروا الجيش الانكشاري لحتى يرجع من الحملة، والمتمردين كسروا لنا ظهرنا. والله قلنا فترة طويلة ما عم نشوف الزبون. ما اختلفنا. لو سمو الأمير بيازيد استخدم القوة ضد يلي تمردوا وصار دم وقطع روس، كان هالتمرد كبير كتير يا جماعة، والمتمردين ما كانوا خلوا حجر على حجر بالعاصمة. ايه والله مزبوط، الأمير بيازيد عرف كيف يوقف هالتمرد بحكمة وسياسة وبدون ما يسفك ولا نقطة دم. هالأمير هاد ذكي وشجاع. الأمير ما بيعيبه غير شغلة واحدة، بس لو ما كان ابن هالروسية الحقيرة هيام كان كامل مكمل. ايه والله معك حق، أصلاً هالمرة من يوم اللي هجت على هالبلد دب الشرفية. بما أنك أمرت حراسك ما يهجموا علي معناته ما رح تقطع راسي، على الأقل حالياً. هالشي بيتوقف عليك وعلي رح تحكيه، ولأنك كنت أكتر حدا بيوثق فيه أخي المرحوم حبيت أني أسمعك. هديك الليلة قبل ما مولانا السلطان يأمر بإعدام سمو الأمير، سموه طلب مني إني أوعده، وهالوعد بخص حضرتكن. قلت بخصني؟ كان متوقع إنه رح ينقتل، والأصح أقول كان شبه متأكد إنه رح ينقتل. وبوقت قال لي إذا صار شي وما رجعت عايش، مكانك هو مع أخي سمو الأمير بيزيد. طلب مني أقسم بالولاء لحضرتكن وإني ضل جنبكن لحتى توصلوا للعرش. من هاليوم هاد صارت روحي فداكن يا سمو الأمير. أقسم بالله العظيم إني رح ضلني أخدمك بأمانة وإخلاص من اليوم ولآخر لحظة بحياتي. وأنا بحاجة لشخص أوثق فيه وأقدر أعتمد عليه مثلك، بس كيف بدنا نتجاوز اللي صار بالماضي؟ أنت متهم بقتل أخوه لرستم. هدفي الوحيد كان هو رستم باشا، مثل ما بتعرف كان له دور كبير بقتل سمو الأمير مصطفى، وهو لازم يدفع الثمن. بما أنك قلت أنك رح توقف جنبي وأقسمت بالولاء لي، بيتوجب عليك تنفذ كل أوامري.
وأولا أنك تنسى قصص الماضي، وخصوصا رستم باشا، لأني أنا بحاجته هلأ. هالشي صعب يا سمو الأمير، ضميري ما رح يرتاح أبدا طول ما هو عايش. أنا قلت اللي عندي، والقرار هلأ صار عندك. ياك الواحد بيروح بطريق، أو منكون سوا ومنكمل بهالطريق للنهاية. فكر وقرر. سمو الأمير، تجولك وأنت متنكر خطر عليك، وخصوصا بهالأوضاع هاي. أهم شي هلأ يا سمو الأمير أنه تقضوا على عصيان، بس أنت مو مهتم بهالموضوع هاد. أنا كان عندي شغل وماني مضطر برر لك. حاشا يا سمو الأمير، بس أنا شايف أنه يلي عم تعملوه خطير، وبصراحة مشغول بالي عليك كتير. مقابلتكن لعدو رستم باشا وقاتل الريس سنان باشا خطر عليكن يا سمو الأمير. شبك يا بني آدم؟ أنت جاي تحاسبني يعني؟ أنا بعرف منيح شو عم أعمل. إذا حابب تضلك معي وتساندني لأوصل للعرش، لازم تفهم إنه ما تناقشني بقراراتي. ما بدك تنفذ هالشي، استقيل من منصبك. سلطانة. سليم، بقدر أعرف سبب زيارتك يا سلطانة؟ سمو الأمير، إجا الوقت لحتى ترجع على ولايتك. أكيد بيزيد طلب منك هالشي، بده يعني يروح من العاصمة؟ هالعداوة اللي بينك وبين أخوك بيزيد عم تزعجني كتير يا سليم. رجع على ولايتك وحطوا حد لهالمشاكل. شو هالحكي اللي عم بتقولي يا سلطانة؟ طالما انك عم تدعمي لبيازيد رح يتمادى اكتر معي يا امي، والشرخ اللي بيناتنا رح يكبر اكتر. سليم. لا يا سلطانة، هو مفكرني ضعيف، بس هو واهم. انا ما رح موت بعز شبابي مثل ما صار مع اخواتي. كل يلي بيحبوا يشمتوا فيني بيكونوا مبسوطين، وهذا الشيء فضلكن. أولادي اللي ضلولي عم يتعاملوا مثل الأعداء، وعلى طول عم يتقاتلوا. ما كان بدي هالشي يصير يا سلطانة. سلطانة، يعني معقول كل ليلة تستقبليني بهالطريقة؟ مو عاجبك هالاستقبال يا باشا؟ بالعكس، معقول مو عاجبني؟ أنا شو بدي أحسن من هيك؟ أصلاً أنا حاسس حالي عايش بحلم وخايف فيه منه. عندي زوج ذكي وشجاع كتير، إله هيبة وقار وين ما راح. أنا أسعد مرة بهالعالم، ولازم أعطيك حقك. بيزيد ليش لحد هلأ ما طلع ليقمع العصيان برأيك؟ أنت متأكد إنه مو شاكك بشي بنوب يا باشا؟ هو عم يستنى ويأخر، ما بده هالشي، وبكرة لما يعرف مولانا رح يعاقبه ويغضب عليه، ورح يعرف كمان انه متزوج من هوري جيهان. وقتها يا سلطانة منوصل لهدفنا. أمنيتي شوف لون وشه لهيام وقت يصير هالشي يا باشا، أكيد هي رح تجن. شو بدنا بهالأمور هاي هلأ؟ كل اليوم وأنا عم أحلم فيكي، اشتقت لك كتير
يا سلطانة. ما دامك مصر خليك ليرجع مولانا، بس وقف هالعداوة اللي بينك وبين أخوك بيزيد، لأنه هالمشاكل ما رح تفيدكن بنوب. ادخل. سلطانة، ما كنت بعرف إنه حضرتك هون. بعتذر على الإزعاج. أنا كنت رايحة على كل حال. شو الموضوع؟ بدها ياني روح، بس أنا ما رح روح من العاصمة قبل ما يرجع مولانا. بيزيد عم يحفر قبره بإيده، وأمي ما رح تقدر تساعده، ورح تشوفي. شو عم يقولوا بالحرم ليك؟ لساتهم عم يحكوا بموضوع زواجنا؟ ما في حدا بيسترجي يجيب سيرة هالموضوع. كل الجواري بيخافوا من غضب السلطانة هيام. السلطانة كتير بتحبك، والناس وكل العسكر كمان، يعني مو بس أنا بحبك. قالوا لي إنك رحت بجولة على السوق اليوم. رح نروح شي مرة سوا على السوق؟ بتتذكر وقت رحنا وجبت لي كمان؟ قلتك بترجع هديك الأيام يا هوريجيان. أنا خايف إنه نتورط بشي يا أحمد باشا. أنت حاسب الأمور تمام؟ على أكاد ما له لزوم يا سمو الأمير. أنا حكيت مع لطفي باشا أمين الصندوق واتفقنا. رح يتكفل بتسجيل الأموال الواردة من مصر بسجلات خزينة الدولة وفق الأصول. يعني؟ الأموال الزايدة ما رح يكون إلا وجود بنوب بالسجلات يا سمو الأمير. والمال يلي ما رح يتسجل رح نبعته للمتمردين، وبهالحالة سمو الأمير بيزيد رح يواجه تمرد أقوى مما بيتوقع بكتير، وما رح يقدر يتفوق عليهم. سمو الأمير بيزيد معطي أهمية لهالتمرد، بس بحسب المعلومات يلي وصلتنا صار عدد المتطوعين بصفوف مصطفى المزيف أكتر مما بتتخيل. ووصلتنا معلومات بتقول إنه آلاف السباهيين والدراويش إجوا من فارنا وسيليسترا وانضموا لصفوف المتمردين. سمو الأمير بيزيد إذا ظلوا ناطر المتمردين رح يتحولوا لمئات الآلاف. إذا بيكشفونا رح يصير في قطع روس. ما كنت بتمنى نوصل لهون، كان بدي الأمور تمشي بشكل طبيعي، لكن بيزيد ما ترك لي مجال. سمو الأمير، شو اتخذت قرارك ولا لسه؟ أنا بأمرك يا سمو الأمير، من هاليوم هاد صارت روحي في ضح حضرتكن، وأنا رح أوعدك وعد يا فهد. إذا الله وفقني وقدرت أوصل للحكم، وقت أنا اللي رح سلمك رستم باشا بإيدي، وأنت رح تقتله.
هناك جراح لا يستطيع الزمن أن يعالجها، وندوبها لا تختفي. تتوالى الفصول وتتعاقب السنوات واحدة تلو الأخرى، وذلك الجرح يكبر أكثر يوما بعد يوم، وألمه لا يفارق روحي. هل أنا سليمان ذاته؟ هل يعقل أن أكون نفسه الذي دفن ولديه؟ هذا الجرح لا دواء له، وفي ذلك الركن حيث كان قلبي أصبح يرقد مكانه حجر أسود. لم يعد هناك مكان للبهجة ولا للعشق. من الآن ستحاصر الأحزان قلبي من كل صوت، ستنغرس خناجر لن أستطيع أن أمسكها أو أخرجها من صدري. في داخلي أسهم تنشر السم ببطء شديد، ستبقى عالقة في أعماق روحي. ولأجل ما بقي في حيا سيبقى عذاب الضمير يعذبه وكأنه في جهنم. وعندما أرى البراعم تتفتح وأذكر فصل الربيع، وأرى كيف فصول السنة تتعاقب، وعندما أنظر إلى الحياة أتذكر الموت، وأتذكر أن كل الأشياء الجميلة ستنتهي يوما ما. فيما مضى عشنا ربيع أيامنا، وعاشت أرواحنا في جنة أعماقه، وكما تذبل زهرة جميلة في الحديقة حزنا وكدرا آخذة معها رائحة الورود، ها هو ذا خريفنا قد بدأ آخذا كل الورود.
خبر أحمد باشا ومحمد باشا يجوا لعندي فورا، بدي أشوف شو صار بغيابي. بأمرك مولاي السلطان. وينو فرحات أغا؟ بعتقد إنه راح لعند مسؤولة الحسابات يا مولاي. أنا خبرته بأوامر جلالتكم. تمام، صار فيك تمشي. أنت كنت طول الفترة الأخيرة بجانب مولانا السلطان، وجنابه عينك رئيس الحكمة أول ما وصل على القصر. مولانا السلطان غمرني بلطفه. قل لي يا باشا، وضع مولانا السلطان كيف صار؟ مولانا شو كان عامل بغيابي؟ مثل ما بتعرفي يا سلطان، الحوادث الأخيرة أثرت كتير على مولانا، بس نشكر الله إنه صحت مولانا بخير. الله يكون بعونه. لساته متضايق على ابنه؟ ولا تحسن؟ معقول يا سلطانة؟ ليش الحزن على الابن بينتهي؟ وخصوصا إذا كان ضميره عم بيحاسبه ويحسسه بالذنب، ويلي زاد ألمه إنه ما قدر يحزن على ابنه. هالجرح كبير، وروح مولانا السلطان رح تضل تنزف مع كل نفس بيتنفسه. هذا وضع مولانا، وبعتقد إنه وضعكم كمان مثله يا سلطانة. شو هالحكي يا فرحات آغا؟ يلي واقف قدامها هي السلطانة هيام. فرحات آغا معه حق. هالألم ماله نهاية. كيف بدنا نقدر نطلع بوجوه بعضنا من بعد اليوم بدون ما نشوف صورة أولادنا يلي فقدناهم مع كل نصرة؟ رح شوف بوشه جيهان كير، وهو رح يشوف بوشي المرحوم مصطفى. رب العالمين رحيم وخالق لكل داء دواء يا مولاتي. انتو مثل ما رح تحسوا بالحزن كل ما اطلعتوا ببعض، رح تلاقوا العزاء كمان يا سلطانة. الآلام بتجمع بين الناس مثل كمان ما بيجمع بيناتهم الفرح. اوعك انت اللي اسمك الفهد؟ انا جاي لقابل فؤاد اغا. مين انت وشو بدك من فؤاد اغا؟ جايب له معي سلام من الشاويش حسين، قال لي اذا بدك تنضم للتمرد دور على فؤاد. الشاويش حسين بعتك؟ يا اهلا، وصلت يا اغا. انا فؤاد الوزير الاعظم لسمو الامير مصطفى. لكان بدك تنضم لجيشنا؟ بس بالأول بدي قابل سمو الأمير مصطفى، لأني سمعت كلام إنه في واحد منتحل شخصية سموه. رستم باشا هو يلي عم يطالع هالإشاعات يا آغا. الشخص يلي بايعناه هو بالتأكيد سمو الأمير مصطفى. بعدين بصفتك شو عم تحكي بهالطريقة؟ أنا بالماضي كنت بجيش سمو الأمير مصطفى، وبوقتها شفت سمو الأمير وتعرفت عليه. في 500 رجال مع خيولهم هلأ تحت أمري، بس هدول الرجال ما رح يشاركوا بالعصيان قبل ما أتأكد. بما أنك حاربت بجيش سمو الأمير، أعطيني وقت بحكي مع سمو الأمير وبخبرك.
مولانا السلطان بده يعرف كل شيء صار طول فترة غيابه عن العاصمة، ولهالسبب أمر بحضور كل البشوات اللي عنده يا سمو الأمير. سلطانة سليم، ما رح تحكي بموضوع زواج بيزيد معك؟ وعدني. وكيف بدك تبرري موضوع طردي من القصر يا سلطانة؟ بدي اياك تفهم شغلي، أنا يا ابني ماني ضدك، بس إذا حكيت بموضوع زواج بيزيد رح يتغير كل شيء. سمو الأمير بيزيد طلع من العاصمة من مدة طويلة وبرفقته عدد من الجنود لحتى يقمعوا التمرد يا مولاي. وعندكن معلومات شو صار معهن؟ لسه ما وصلنا أي معلومات عنهن يا مولاي، بس سمو الأمير لحد هلأ لساته ما تدخل بالتمرد، وهلأ هو بقصر أديرنا. أنا أمرته يروح يقمع التمرد، شو قاعد عم بيساوي بقصر أديرنا؟ شو قصته؟ ليش ما راح نفذ أوامري فورا؟ مولاي سمو الأمير بيزيد يا مولانا قاطع عهد على نفسه أنه ما رح يقتل أي واحد من مناصري سمو الأمير مصطفى الله يرحمه، وكونه قدر ينهي التمرد يلي صار بالعاصمة بدون ما يستخدم القوة قدر يكسب محبة واحترام الناس إله، وبظن أنه عم بيحاول بنفس الطريقة ينهي التمرد. محمد باشا، ما حدا بيتجرأ يناقش أوامري. خود معك وحدة من وحدات الجيش الانكشاري وروح اقضي على هذا التمرد، إياك تظهر لهم الرحمة وما تخلي حدا فيهم عايش. الأمر والطاعة لمولانا السلطان المعظم. إذا ما عندكم شي تاني فيكن تروحوا. مولاي أنا أجيت لهون لحتى بوس إيدك وأطلب رضاك. الله لا يحرمنا منكن يا مولانا. سمو الأمير؟ عفواً، بس مولانا السلطان لازم يعرف أن الأمير بيزيد طلب منكم تتركوا العاصمة، وما تنسوا موضوع زواجه كمان. كل شي بوقته حلو يا بشوات، خلينا نخلص من العصيان بالأول وبعدين منتفرغ لمثل هيك مواضيع. هنن طلعوا مخدوعين فيه، التقيت بمجموعة منهم، ولو هجمنا عليهم كان لا قدر الله رح يموت منهم عدد كبير يا سمو الأمير. اللي جاي هو المهم يا فهد، رح نفذ أمر مولانا السلطان وأقمع هذا التمرد، ورح أعلن للجميع أني أخذت مكان المرحوم أخي مصطفى. شو معناته هالتصرف؟ ليش مولانا بعت سوكولو ليقمع التمرد؟ بيزيد عم يتباطأ كتير يا سلطانة، بدل ما يروح يقضي على هذا التمرد قاعد بقدرنا ولا كأنه صاير شيء. مولانا السلطان انزعج كتير لما سمع بهالحكي. هو أنت ما دفعت عن أخوك طبعاً وما قلت له أي شيء؟ إذا بسكت أحسن، لأني لو فتحت تمي ما كنت رح أحكي عنه بالمنيح. عملت هالشي بس كرمالك أنت. ادخل سلطانة. سلطانة الله يستر يا سلطانة. مولاتي السلطانة سمو الأمير مصيبة كبيرة وقعت فوق راسنا. شو صاير يا سنبل؟ السلطانة هوري جيهان يا مولاتي راحت تقابل مولانا، وعم يقولوا لي الجواري المقربين منا أنه هي راحت تعترف لمولانا بزواجها السري من سمو الأمير بيزيد. هاي المجنونة شو عم بتساوي؟ يعني بدهم يرموا ابني بالنار من كل النواحي؟ إذا بعرف إنه إلك أي علاقة
يمين معصم، ما رح تنفض من غضبي ابدا. رح تندمي كثير على تهديدك هاد يا سلطانه، لانه هذا الموضوع ما لي علاقه فيه بنوب. شو بدها مني يا ولي جيهان؟ ما بعرف يا مولاي السلطان، بس عم تقول انه الموضوع مهم. خليها تفوت. مولاي؟ بعرف إنكن محبين وجودي هون يا مولاي، رح روح من القصر بأقرب وقت ممكن، بس في موضوع مهم لازم حضرتكن تعرفوا فيه. بصراحة نحنا كان لازم نخبركن يا من الأول، بس مو بإيدنا، خفنا كتير. أنا كل الحق علي، أنا يلي طلبت من سمو الأمير إنه ما يحكي، لأني كنت مرعوبة، خفت يا مولاي إنكم تزعلوا منه وما تعودوا تسامحوا. كل واحد بيتحمل نتيجة أعماله يا هوري جيهان. صحيح إنه أنت كمان غلطانة، بس الغلط الأكبر بيوقع على بيازيد، مع إنه أنا نبهته أكثر من مرة بس ما سمع كلامي وعمل العكس. حضرتك أنتوا تزوجتوا بالسر من وقت طويل بدون علمي، وهذا اللي جاي تعترفي لي فيه هلأ، مو هيك؟ مريم سمعتي بالشي اللي صاير؟ اهدي سلطانة. هوري جيهان رح تعترف بكل شي لمولانا. سلطانة أنا يلي بعدتها. أنت بتعرفي شو عملتي؟ هذا الحل الوحيد، مولانا رح يعرف بكل شي، وإذا مو اليوم بكرة. هوري جيهان شو صار؟ شو قال مولانا؟ طمنينا، شو صار؟ خلصيني احكي. خوفنا ما في إله لزوم، مولانا طلع بيعرف الموضوع. سليم؟ سليم ما إله دخل، مولانا من زمان بيعرف، من وقت يلي كانوا بغزوة الفرس. احترامي يا سمو الأمير. شو في وراك؟ احكي يا باشا. سمو الأمير، التقيت مع واحد من الرومات حابب ينضم لنا هو و500 من رجاله. هالحكي ممتاز، الرومات رح يزيدوا من قوتنا، وخاصة إنه جاينا ذهب من العاصمة. على الأغلب أخي بيازيد بعتهم ليدعمنا. سمو الأمير بيازيد هلأ بقصر أديرنا، وما بتوقع إنه رح يوقف ضدنا. بس يا سمو الأمير، الرامي اللي حكيت لك عنه من شوي عنده شرط واحد لحتى ينضم لنا. ليش مين بيكون هو اللي يحط شروط علي؟ حسب ما قال إنه بيعرفكن من قبل يا سمو الأمير، وإنه حارب معكن، بس بده يشوف حضرتكن لحتى يتأكد، لأنه مفكركن متوا. Ah!
انت امتى رح تروح يا فهد؟ قريبا يا سمو الامير، انا عم بستنى خبر من فؤاد اغا. مصطفى المزيف اكيد ما رح يخليك تشوفه يا فهد، رح يحاول يتهرب منك، ولهيك انا رح روح معك. لا يا سمو الامير، ما فينا نعرض حياتك للخطر، لازم ننتبه. لانه اخي سليم اكيد رح يساوي اي شيء لحتى يشوه صورتي قدام مولانا، ممكن يستخدم ضدي كل الاساليب الوسخه، ولازم ما اعطيها الفرصه واقطع راس مصطفى المزيف بايدي واقدم له يا لمولانا السلطان. مولانا لازم يعرف الفرق بيني وبين سليم، انت عم تفهم علي؟ انت خليك هون، هيام. سليمان اعذرني، ما حسيت عليك وقت اجيت. وانت كمان مو جايك نوم مثلي؟ شو ما عملنا ما رح نقدر نمحي شي من اللي صار من ذاكرتنا. وما رح نقدر ننساه طول حياتنا. رح نضل مثل الفراشات عم ندور حوالين نار آلامنا. عن أي نار عم تحكي؟ نار فقدان الابن ولا عذاب الضمير؟ انت الوحيد يلي بتفهم حالتي وانا بفهمك. بيقولوا عن يلي بتموت امه وحيد، وعن يلي بيموت ابوه يتيم،
قادرين يلاقوا كلمات يوصفوا حالاتهم فيها. بس اللي فقد ابنه مثلنا ويلي عايش، هذا الألم الكبير في كلمة بتوصف حالته. احترامي حضرة الباشا، أنا رمضان أغا رئيس الحرس. اللي سمو الأمير بيزيد هون؟ لا يا باشا، هو مو هون. سمو الأمير ما عطانا معلومات بوجهة حضرته. عاطي أمر للقوات يلي إجت مع الأمير إنهم يجهزوا. مولانا السلطان أمر إنه نتحرك باتجاه المتمردين فورا. يعني ما رح ننطر سمو الأمير بيزيد يا باشا؟ ما في لزوم يا رمضان أغا، أساسا نحن ضيعنا وقت كتير. يا ترى رح تقدر تقنع المتمردين؟ إن شاء الله يا سمو الأمير، رح أعمل كل جهدي. مولاي، السلطانة مريم طالبة تشوفك. خليها تجي. مولاي صدقني مو عارفاني ابدا شو بدي اقول. من يوم ما شفت حضرتك هون اخر مره تعرضنا لحوادث اليمه كتير اجوا وحده ورا التاني. والوجع لساته لهلا عم يحرق قلوبنا. مصطفى بالأول وبعدين جيهانجير. اشتقت كتير لوجودهم. ما قصدي ابكي. انت بتعتبريني مسؤولة عن كل شي صار وعم بتلوميني عليه، ما هيك؟ حاشا يا مولاي، انا ما خطرت هالفكرة على بالي ابدا. مين بيتجرأ أصلاً؟ أنت السلطان سليمان وبتعرف شو هو الصحيح. بنتي عطول بتسأل عن حضرتك يا مولاي، حابة إنها تيجي تشوف. فيها تشي لعندي أمتى ما بدها، إن شاء الله صحتها منيحة. نشكر الله ومنحمده صحتها منيحة، بس لأنها ما عم تشوف أبوها صار لفترة مكتئبة. تعرف صار لي فترة طويلة بعيدة عن زوجي رستم باشا. شوفي، ما بدي اسمع اسمه أبدا يا مريم. لسه لهلأ ما نسيت شو ساوى بالمعسكر. بابا رستم كتير مخلص لحضرتكم،
وهو عمل هيك لحتى يمنع الجيش الانكشاري من التمرد. شو ذنبه إذا كان بده يحميكم؟ معقول تعاقبه على هالشي؟ بترجاك تسامحه، صار له فترة طويلة بعيد عن عيلته، وأنا وبنتي زعلانين عفراقه. والله العظيم عانينا كتير بغيابه عنه. يشكر ربه إنه ما قطعت له راسه. مولاي حاول إنك تسامحه. رستم لليوم عم يساوي كل شي بتأمره فيه مولاي، ولا مرة كذب أو تمرد على حضرتك. في حقيقة كتير واضحة، لو إنك ما قتلته لأخي مصطفى كان هو رح يقتلك. إذا ما عاد عندك شي تاني. بابا روحي. شو يا فؤاد آغا؟ رح تاخذنا لعند سمو الأمير مصطفى؟ سمو الأمير مصطفى ما رضي إنه يقابل ناس ما بيوثق فيهم ذنوب. طبيعي ما يقبل، لأنه بيعرف حاله كذاب ورح ينكشف قدامكم. يا حراس! هذا واحد محتال عم يلطخ اسم سمو الأمير مصطفى وعم يخدعكم كلكم. للأسف سمو الأمير مصطفى ما له عايش. هالحكي مو مزبوط، سمو الأمير عايش، هرب من المعسكر قبل ما يقتلوه. بتمنى أنه أخي مصطفى يكون لساته عايش، بس للأسف مات. قلت أخوك؟ ليش مين أنت؟ إلزام حدودك يا آغا. يلي واقف قدامك هو سمو الأمير بيزيد ابن السلطان. شو بيعرفني إنكم ما عم تكذبوا علينا؟ شو الدليل إنه هذا هو سمو الأمير ابنه للسلطان سليمان؟ المكتوب اللي بإيدك في أمر من جلالة السلطان بيقطع راس كل واحد شارك بالتمرد ضد الدولة. شوف الختم وقتها رح تعرف إني ابن السلطان. أنا أجيت ومعي جيش كبير لأقمع هالتمرد، وهالجيش عم يستنى إشارة مني لحتى يقضي عليكم كلكم. يعني إذا كنت حابب تموت هون أنت ورجالك، وقفوا بوشي وواجهوني. طالما هيك أنتوا شو عم تستنوا؟ ليش ما قتلتونا لهلأ؟ لأنه أنا ما بدي أعطي أوامر بقتل أي حدا كان بيحبه لأخي المرحوم. مولانا السلطان لساته متضايق منك كتير، وما بعرف كيف رح تقدر تصلح علاقتكم وترجع لمنصبك. حتى اسمك ما بده يسمعه، مع أنه مر وقت طويل على الحادثة كنت متأمل أنه يسامحني. سلطانة، حضرة الباشا، مولانا السلطان أمر إنه لاقيك وآخذك لعنده فوراً. ما
مريم لازم تساعديني ليكون بده يقطع راسي. يعني شو بدك يعني ساوي؟ أنا عملت يلي بقدر عليه. أنا سكتت على خطف أخي وكمان على موضوع قتله، وسكت كمان لما طردوني من هون. لازم تحكي مع السلطان وتساعديني. شو بدي ساوي؟ مولانا تغير كتير، ما عرفته، صار بعيد عني. إذا بتريد يا رستم لا تجرني معك على الموت. حتى أخي ما قدر يهرب من غضب مولانا، فكيف رح تهرب أنت؟ هذا قدرك ولازم تتقبله. وهلأ أتأكدت من هويتي يا باشا؟ دربك هو دربنا يا سمو الأمير. عظيم. وهلأ بتروحوا بتطالعوا لي مصطفى المحتال من المعسكر وبتجيبوا لي إياه لعندي. أنا بإيدي رح أقطع راسه لهالكلب الخاين. أنت المطلوب منك تخبر جماعتكم بالحقيقة وتقلن يجوا لعندي ليطلبوا الغفران. أمرك يا سمو الأمير. رستم باشا، مولانا السلطان ناطر حضرتك. مثل كل عائلتك الكريمة أنا كمان اشتقت لشوف وشكم بعد هالغيبة الطويلة. الحمد لله على سلامتكم. أنا قلت لك أني رح أخذ قرار النهائي بحقك بعد الحملة يا رستم. طالما أنا صرت هون المفروض أني هاي المسألة أقول لك عن قراري. مو هيك؟ قدام إرادتكن العظيمة رقبتي أرفع من الشعرة يا مولاي، بس أنا حابب إنكن تعرفوا إني كنت دايماً واحد من المخلصين لإلكن يا مولاي السلطان، وإني كمان ما خنتكن بشي أبداً وما بفكر أعمله، وكل شي سويته أنا سويته مشان سعادتكن ومشان مصلحتكن يا مولانا السلطان المعظم. لولا مريم لعطيت أوامري بقطع راسك من زمان يا رستم. أنت موجود بهالحياة كرمال مريم، وهلأ روحوا لبقى تورجيني وشك مرة تانية. شغلتك هلأ إنك تهتم بسعادة مريم وحفيدتي. هلأ فيك تمشي. بأمركم مولاي.
عرفتم شو قال مولانا؟ رجعك الوزير الأعظم للدولة؟ وزير شو يا سلطانة؟ منيح إنه لساتني عايش. بعت لي رمضان فورا. ماله موجود يا سمو الأمير. شو قلت؟ شلون ماله موجود؟ محمد باشا إجا بغياب حضرتكم. قال مولانا السلطان بعته ليقمع التمرد. أخذ رمضان آغا والجنود معه. مولاي بشرة حلوة. محمد باشا والحمد لله توفق بمهمته، قضى على تمرد مصطفى المزيف. عال المتمردين لما شافوا محمد باشا وجيشنا تفرقوا فورا، ويلي كان عم يدعي انه هو الوزير الاعظم بايده سلمنا مصطفى المزيف، ومحمد باشا عم يلحق الباقيين وراح يقضي على المتمردين من جزورهم. وهذا المحتال انتو وين حطيتوه؟ أمرت الحراس يسجنوا يا مولاي. عندك أي معلومات أو أخبار عن سمو الأمير بيزيد؟ ما بعرف شو بدي أقول يا مولاي، بس سمو الأمير بيزيد ما كان مقدر خطورة هالتمرد هاد بالمرة، ما حاول يتدخل ويقمع بنوب، وحاول يتفاوض مع المتمردين ويتوصل لحل سلمي معهم. شو هالحكي يا باشا؟ كيف يعني الأمير بده يتفاوض مع المتمردين ضدنا؟ ما بعتقد انه له نوايا سيئة يا مولاي، سموه بتنقصه الخبرة بهالأمور. لا تدافع عنه وخبرني شو صار. ما بده يرفع سيفه على محبي سمو الأمير مصطفى، ولهالسبب ما قمع التمرد يا مولاي. وما تنسى انه بده يواجه تقريبا 10,000 متمرد. عم تقول 10,000؟ من وين اجوا يا أحمد باشا؟ كيف تضاعف عدد المتمردين لهالدرجة خلال هالفترة القصيرة؟ ما بعرف شو بدي اقول لك يا مولاي، والله شي بيحط العقل بالكف. انا سمعت ناس ما عز الله عم يقولوا انه سمو الامير بيزيد هو بذاته عم يدعم هذا التمرد، حتى عم يقولوا انه بعت لهم صناديق ذهب. انت شو عم تحكي يا باشا؟ انت فهمان معنى الحكي اللي عم تقوله؟ مين بيتجرأ وبيفتري عليها الافتراء؟ عفوا يا مولاي سامحوني، مستحيل يكون هالكلام هذا صحيح. سمو الأمير مستحيل يخونكم بنوب يا مولاي، بس أنا وبحكم الوظيفة الموكلة إلي من واجبي خبركم شو عم يحكوا الناس. يا باشا إجاك مكتوب من العاصمة، بعت لك يا مولانا. الأبرياء ماتوا بسبب واحد محتال يا فهد. أكترهم قدر يهرب ونفد بحياته، وفي رجال سلمت مصطفى المزيف عم يقولوا إنه محمد باشا قدم لهم مكافأة. من بعد اليوم اللي كانوا يدعموا أخي مصطفى مستحيل يدعموني. ادخل. سمو الأمير، مولانا السلطان أمر إنكم تروحوا على العاصمة فورا.
في ناس عم يتهموني بإني دعمت المتمردين وإني اتفقت مع المتمردين وبعثت لهم صناديق ذهب، ومولانا السلطان طالبني ليعرف شو قصة هالحكي هاد. سوكولو بعت جواب فورا قل له إنه هدول عم يفتروا علي وهدفهم يشوهوا صورتي وإنه ما رح روح على العاصمة لحتى يكتشفوا الحقيقة. أنا بأمركم يا سمو الأمير، بس إذا ساويت هالشي بتكون بهالطريقة عم تثبت التهم الموجهة ضدك، وبتكون كمان أعلنت التمرد بشكل علني. أنت كيف بتتجرأ تناقش قراراتي يا باشا؟ اسمعني ونفذ اللي عم لك عليه. سمو الأمير، إذا بتسمح لي سموك بدي أحكي معك بموضوع مهم. فيك تمشي. سوكولو إلو إيد بالموضوع يا فهد، وأحمد باشا كمان عم يتآمروا مع سليم ضدي، وهنن ورا هالموضوع هاد. حضرتك معك حق، ولهالسبب لازم نكون منتبهين لكل خطوة. الوضع حساس كتير، ومحمد باشا معه حق بالشي اللي قاله. هلأ إذا ما رحتوا على العاصمة بتكون ثبتت عليك التهمة وسهلت عليهم مهمتهم. مين انت؟ مين مفكر حالك لحتى تلبس ثياب سمو الأمير مصطفى وتدعي بأنك ابني؟ سمو الأمير مصطفى بيموت مرة وبينولد ألف مرة، أما السلطان سليمان بينولد مرة وبيموت ألف مرة. اقطعوا رأس هالخاين فورا، اقطعوا رأسه على القود قدام كل الناس، خليهم يشوفوا الخاين كيف بتكون آخرته. مولاي، 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 حضرة الباشا، حكيت مع سمو الأمير وسحب الأمر اللي أصدره قبل شوي. فهمني يا آغا، مين أنت؟ وشو هي وظيفتك عند سمو الأمير بالضبط؟ أنا بخدمته من زمان، وسموه تلطف علي وعيني من مساعدينه. أنا حاسس إني بعرفك من قبل، بس مو مهم. اللي هلأ شو قرر سمو الأمير؟ بده يروح معي على العاصمة؟ هلأ رح نستنى شوي، أنا رح حاول أقنع سمو الأمير، ومن هون لوقتها أنت طبعاً رح تضلك ساكت، وإذا فكرت تكتب ولو حتى سطر للعاصمة بتكون وقتها كسبت عدو جديد لنفسك، والعدو هاد الأمير بيزيد بذاته. عم يتهموا بيزيد بالعصيان وبأنه عم يدعم المتمردين. أنا بعرفه لابني، مو ممكن يعمل هيك شيء،
وهلأ مستحيل يرجع لهون قبل ما تسقط هالتهم عنه. لازم تعمل شي وتخلي بيزيد يجي لهون. إذا ما أجى بسرعة الأمور رح تزداد سوء، ومولانا ممكن يبعث الجنود وراه. والله أنا هالقرار هاد مخوفني كتير يا سلطانة. ممكن مولانا السلطان لا سمح الله يحكم على سمو الأمير بالإعدام إذا أجى لهون. معقول يا سلطانة؟ رستم روح على أديرنا وجيب لي ابني لهون. محمد وجيهانجير راحوا، ما رح اسمح بانه هذا الشيء ينعاد. روحي ما بتتحمل فقدان ولا الثاني. ما تاكلي هم يا سلطانه، رح اعمل المستحيل اجيب سمو الامير لهون. بس لا تنسي هاليوم، وخليكي متذكره منيح مين يلي بيضل دائما واقف معك، وكل ما تحتاجي بتلاقيه واقف جنبك. كريمتكن السلطانة رضية رحلت عن هالدنيا قبل موعدها يا مولاي. الله يجعل مسواها الجنة ويطول بعمركم. آمين. الله يرحمه ويسكن فسيح جنانه. يحيى. مولانا السلطان سليمان المعظم، أخيراً جيت، شرفت المكان بزيارتكم. هيك الواحد بيستقبل أخوه اللي صار له سنين ما شافه. أنا ما بعرف وينه أخي ولا شو عملت هالدنيا فيه يا مولانا. للأسف خسرته من سنتين بقونيا. أخي راح من وقت اللي قتل ابنه بإيده يا مولانا. سمو الأمير، نحن لازم نروح على العاصمة بأسرع وقت. والدتك السلطانة هيام وأختك السلطانة مريم أكيد رح يحموك ويكونوا بصفك. ومولانا مستحيل يصدق هالتهم الموجهة ضدك. معقول أنت عم تقول هالحكي يا فهد؟ شو نسيت شو عملوا بأخي مصطفى من قبل؟ بلكي صار فيني مثل ما صار مع أخي. لا، أنا مو مثل أخي مصطفى، وما رح روح على الموت برجلي أبدا. عفوا يا سمو الأمير، بس في أشياء كتير لازم تنتبه لها. مؤيدين سمو الأمير مصطفى واللي كانوا يدعموه مانن معنا اليوم. لازم تنتبهوا لهالموضوع. ما في عنا قوة كافية لحتى نخاطر. إذا حضرتكم ما رحتوا على العاصمة، مولانا رح يبعث جنوده. بترجاك تفكر. تركني لحالي سمو الأمير. روح، بدي كون لحالي وفكر شوي. انت بتعرف شو عم بتقول يا يحيى؟ شو هالحكي هادي اللي عم بسمعه؟ كيف بتتجرأ تقول هيك كلام؟ هدول العيون مو عيون أخي، ولا إيديه ولا قلبه. أخي سليمان كان رحيم كتير، مستحيل يقتل الأبرياء. أخي سليمان كان يمتنع حتى عن أذية نملة. كان رجال صاحب ضمير ومستحيل إنه يظلم. أنتو يا مولاي يومها ما قتلتوا ابنكم وبس، قتلتوا أخي سليمان معه كمان. أنت بتعرف شو عاقبة الكلام اللي عم تقوله يا يحيى؟ أنت بتعرف يا مولاي إني ما بخاف غير من ربنا سبحانه وتعالى. كفني جاهز وقبري كمان. لقمان أغا، يحيى أفندي معزول. أنا عزلته من كل المهام اللي كانت موكلة له، من ضمن مهمته كمدرس أول بالدولة العليا. أمركم يا مولاي. بما انه انا ما عدت اخوك، ما عاد بدي اشوف وشك بنوب. عم تفهم مولاي؟ شو بدك؟ اذا كان في عندكم معزه للسنين الماضيه بدي اطلب معروف من حضرتكم. بتمنى انك ما تظلم ناهي الدوران والده المرحوم سمو الامير مصطفى.
ما تخليها تحتاج حدا، وعلى القليلة خلوها تعيش مرتاحة بأيامها الأخيرة. بدي موتك، بدي قتلك بإيدي. أنا اللي رح قتلك يا رستم باشا. شو هاد؟ خلصنا، وقفوا. شو ما عم تفهموا؟ هاد شو عم يعملون؟ هذا اللي قتل أخي. الفهد هلأ مستشاري يا رستم ومساعدي سمو الأمير. هذا معني يا باشا، لازم تنسوا الماضي. من اليوم أنتوا الاثنين شغلكم رح يكون مع بعض. يستحيل، أنا مستحيل ارتاح قبل ما أقتله لهذا الواطي. يستحيل. هذا أمر مني يا رستم. إذا بدكم تقدموني المساعدة بدكم تشتغلوا مع بعض. عم تفهموا ولا لا؟ كل التهم اللي عم يتهموا فيها بيزيد باطلة. أكيد في حدا ورا هالموضوع، بدهم يشوهوا صورته بنظرك ويطالعوا أمير متمرد عليكم يا مولاي. الخطأ اللي ارتكبه بيزيد واضح يا ويام. أنا أمرته يروح لحتى يقمع التمرد وهو عصى أمري وقعد بقصر أديرنا. واللي بيعصى أوامري ممكن يتمرد. الحقيقة رح تبين يا سليمان، وبكرة بتشوف ابننا بريء، وأنا متأكدة إنه في حدا عامل له فخ. إذا في حدا عامل له فخ، فيك تقولي لي بالضبط مين بيكون؟ مين بيتجرأ يعمل هيك شيء؟ محبي الأمير مصطفى مفكريني السبب بموته، ومعتبريني عدوة لإلهم، ولهالسبب هذا عم بيهاجموا ولادي وعم بيحاولوا يتخلصوا منهم بالكذب والافتراء عليهم. لو سمحت سليمان ما ترد على هالافتراءات، بيزيد ابنك ونور عيونك وقلبك. كان عندي 4 أولاد وخسرت 2 منهم. سلمت شابين بعمر الزهور للموت، وما رح أعيش نفس المأساة مرة تانية. ما رح أسمح بهالشي أبدا. مين ما كان يلي عم بحاول يلمس شعرة واحدة من أولادي رح أوقف بوشه. روحي على غرفتك فورا يا هويام، وما عاد تجي لهون بنوب بدون ما انا استدعيكي. رستم، الاتهامات الموجهة بحقكم خطيرة كتير يا سمو الأمير، ومستحيل تقدر تنفد منها بسهولة. مثل ما كنت متوقع عم يحاولوا أنهم يوقعوني، بس ما رح خليهم ينجحوا. نحن لازم نجمع الجنود بسرعة ونستعد. انتبه للكلام اللي عم تحكيه يا سمو الأمير. تعرف أنت الحيطان إلى أدان، أكيد رح نلاقي شي طريقة ونصلح الأمور. الحل الأفضل هو إنك تروح على العاصمة يا سمو الأمير. ممكن تتعاقب، بس بالنتيجة هذا هو الحل الأفضل.
وبلكي صار الشيء الأسوأ، بلكي مولانا أصدر أمر بإعدامي. مين رح يقدر يوقف بوشه؟ في شخص واحد بس بيقدر، السلطان عيام. أساساً أنا أجيت لهون بناءً على أوامره. السلطانة طلبت مني خبرك تروح على عاصمة بأسرع وقت ممكن وتقابل مولانا السلطان. ومثل ما بتعرف السلطانة هيام دايما بتكون عارفة شو عم بتساوي، وأكيد بتكون عارفاني إنه هذا الحل الأفضل، وأنا معها. ليش ما إجوا لهلأ؟ وينو ابني؟ ليش لساتهم ما إجوا؟ السلطانة، والله رستم باشا هو اللي أكد لنا إنهم رح يجوا. ما منعرف شو عم بفكر، بيزيد ممكن ما يجي. ما تحكي هالحكي، لأنه وقتها حتى أنا ما رح أقدر ساعده. بيزيد، الحمد والشكر لك يا رب. سلطانة، كنا خايفين كتير إنه ما تجي، مولانا رح يفرح كتير وقت يعرف إنه أجيت. أنا ما أجيت لهون لأنه مولانا طلب إنه أجي، أجيت لأنه أمي هي اللي طلبت. يلا بسرعة شو. مولانا تأمروني بشي؟ لا فيك تطلع. لأخي مصطفى يا بابا، هو عطاني إياه، هلأ خليه عندك يا بابا. بيزيد ما تعاند يا ابني، طلب العفو من مولانا. مستحيل ساوي هيك شيء أبدا، أنا ما ارتكبت أي خطأ لحتى أطلب العفو من مولانا السلطان. لقمان آغا، خبر مولانا إني جيت. يا حبيبي أنا ما بشك فيك بنوب، وبعرف إنك مستحيل تكون عامل هالأشياء هاي، بس مع هالشي اطلب من مولانا يعفو عنك، ما بتخسر شي، كلهم كلمتين قولن وبينتهي الموضوع. هدول الكلمتين بيثبتوا علي التهمة، ولهيك مستحيل اني احكيهم، مستحيل حتى لو بدي ادفع تمن هالشي حياتي. ما بطلب العفو. سمو الأمير، مولانا السلطان عم يستناكم. سلطانة شو عم يصير هون؟
سمو الأمير؟ بيزيد إجا العاصمة وهلأ هو عند مولانا. وصلني خبر يا سمو الأمير، وبعد شوي منعرف شو رح يصير. أنت شو بتتوقع يصير يا باشا؟ على ما يبدو أنه سمو الأمير بيزيد ماشي على خطى الأمير مصطفى. بالأول تزوج مثله بالسر، وهلأ متهم مثله بالتمرد على مولانا. هلأ مولانا الله لا يقدر، ممكن يعني يحكم بالأعدام على سمور الأمير بيزيد؟ هذا مجرد احتمال يا سلطانة. أنا خضت معارك وحاربت سنين طويلة وقتلت آلاف الأعداء يا سمو الأمير، وبهالفترة في حقيقة صرت بعرفها ومتأكد منها، هي إنه صعوبة قتل الناس بتكون بس بأول مرة، ومن بعدها بتتعود على القتل وبيختفي التردد اللي واجهته بالأول، ما عاد بتحس بتأنيب الضمير. إذا عم بتحسوا بالندم على اللي ساويتوه يا سمو الأمير، فكروا بالاحتمال الثاني. شو هو الاحتمال يا نوربانو؟ لا سمح الله موتكم. أمرتك تقضي على التمرد يا بيازيد. أنا هيك كنت ناوي يا مولاي، كان هدفي إنه أقطع راس مصطفى المزيف بدون ما أتسبب بموت حدا من الأبرياء، وكنت رح أنجح بهالشي لولا تدخل محمد باشا. وصلتني أخبار وإشاعات بتقول إنك أنت كنت عم تدعم التمرد بشكل سري، بدي أسمع شو ردك على هالتهم الموجهة إلك. كذب يا مولاي، عم يفتروا علي. طيب وزواجك من هوري جيهان بنت أختي المرحومة السلطانة خديجة كمان افتراء؟ هاد مزبوط. وهلأ طلع فيني منيح، عم قلك حط عينك بعيني يا مغفل. انت كيف بتتجرأ وبتخالف اوامري وبتعمل اللي بدك اياه من ورا ظهري، مع اني سبق ونبهتك اكثر من مره؟ وصلت فيك الأمور إنك تفكر رح أقتلك على سفرتي يا بيازيد؟ أعذر جرأتي يا مولاي، لما بتذكر كيف مات المرحوم أخي مصطفى مع إنه كان مظلوم، هالشي بخليني. قصدك تقول ناوي تمشي على درب أخوك مصطفى أنت كمان، بدل ما تعتبره من هديك الحادثة وتتعلموا منها؟ في نهاية وحدة للطريق يا بيزيد، الموت، لازم تفهم هالشي. شو معنى الصمت يا باشا؟ لهلأ ما وصلنا أي خبر. ما تاكل هم يا سمو الأمير، بعد شوية منعرف. ارجعي على غرفتك يا نوربانو واهتمي بالولاد. ادخل. سمو الأمير، مولانا السلطان طالبكم. أنا جاي يا لقمان، فيك تروح. ليش لا يستدعيني مولانا؟ معقول يكونوا اكتشفوا علاقتنا بالموضوع؟ لا، ما في داعي للقلق يا سمو الأمير، نحن ما تركنا ولا دليل ضدنا يقدروا يستخدموه. ما تاكلهم. إن شاء الله يطلع معك حق يا باشا، لأنه إذا بيكتشفوا شيء
راسك انت اللي رح يطير بالاول. سليم، اياكم تتخانقوا وحاول تدافع عن اخوك قدام مولانا. ما حدا في يوقف اللي رح يصير من بعد اليوم. ما عاد تحاولي امي. سلطانة، فيني افهم شو جابك لهون؟ روحي على غرفتك فورا. سمو الأمير طلب هالشي وهالشي ما بيخصك. يلي واقفة قدامك سلطانة يا خانم، إذا أمرتك بأنك تروحي على غرفتك بتروحي فورا. وانتي روحي يا هورجيهان. مولاي، عندك تبرير للشي اللي عملته مع سليم؟ أنا ما عينتك نائب للسلطنة لحتى تقلع أخوك من العاصمة. أكيد ما خبرك كل الحقيقة. هو ما حكى لي شيء. بالعكس، أخوك حاول يغطي على أخطائك. أنا إلي سنين عم راقب كل شيء بتعملوه لحتى أختار واحد منكم لمستقبل الدولة. وفكرت كتير مين فيكم بيستحق يكون مكاني. وهلأ عرفت، ولهيك أنا قررت الأمير يلي لازم يوصل على العرش من بعدي هو الأمير سليم، ولازم تتقبلوا هالشي، وخاصة أنت يا بيازيد. مولاي، بيزيد شو صار؟ شو كان قرار مولانا؟ بيزيد وأخيرا مولانا السلطان عينك ولي عهد آل عثمان. انتصرنا يا نور بانو. من هاليوم أخي بيزيد وأمي وكمان أختي مريم لازم يعرفوا قيمتي ويحسبوا لي ألف حساب. هلأ إجا وقتك، بس اليوم لازم نكون حذرين أكتر من أي وقت مضى. أنت ما رح تحارب الأمير بيزيد وبس، لأنه في كتير بيحبوه وعلى راسهم سلطانة هيام. Yeah.
is مسكون سرفار روز مسكون ظاهر is مامون باطن روز برمون ولا قدر is مسكون سرفار روز مسكون ظاهر is مامون باطن روز برمون ولا قدر is مسكون سرفار روز مسكون ظاهر is مامون سمو الأمير، بتمنى تكون الأخبار منيحة إن شاء الله. مولانا السلطان طردني من جنته مثل ما طرد أخي المرحوم. شو صار يا سمو الأمير؟ السلطان نفاك؟ يا ريتو نفاني، يا ريتو أمرهم ياخدوا روحي ولحتى يقهرني أكتر عاقبني بأقسى عقوبة ممكنة. مولانا السلطان أعلن مين رح يكون ولي العهد. سمو الأمير سليم، وبهالطريقة ما خلوا لنا غير خيار واحد. يعني بدك تتحرك ضد سمو الأمير؟ مو بس ضد سمو الأمير سليم، وضد السلطان سليمان نفسه كمان. تكونوا معي. سمو الأمير أنا معك لحتى آخر نفس. رستم باشا، الله يبعث لي فيه الخير.